يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حذرت الآيات من محبة الدنيا والتشاغل بها، هل هذا على الإطلاق أم أن هناك أمورا؟ الأمور الدنيا إذا استعان بها على أمور الآخرة هذا محمود، أما إذا لها بها وترك الآخرة هذا هو المذموم. أو بالإنسان ممنوع وحرام عليه أنه ينتفع بما في الدنيا من الخير ومن الملذات ومن الطعام والشراب، هذا مباح له. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لكن يستعين بذلك على عبادة الله عز وجل، ولا يستعين به على الكفر والفجور والمعاصي. نعم.